قلبي بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ملفات تربوية، البرنامج الذي يأتيكم أسبوعيا على قناة الأنيس. اليوم وفي إطار ملفات تربوية حاولنا أن نعالج موضوع مهم حساس جدا، وهو التعاون بين الأسرة والمدرسة، إذ أن لأهمية التعاون بين المدرسة والأسرة دور كبير في العمل التربوي، فالمدرسة بحاجة إلى مؤازرة الأسرة التي يقضي التلميذ معظم أوقاته في رعايتها، وينطلق الطفل في المنزل على سجيته، بينما هو في المدرسة كثيرا ما يتصنع في أقواله وأفعاله، ويتأخر بعض التلاميذ عن الحضور في الوقت المحدد في المدرسة، أو لا يجرون التمارين المنزلية، وحين يؤاخذهم المعلم على ذلك يدعون بأن آبائهم يكلفونهم بأعمال منزلية، في حين يكون مثل هذا الادعاء غير صحيح. لذا وجب التعاون بين الأسرة والمدرسة. ولإثراء النقاش أكثر معنا اليوم الضيف الأستاذ أحمد سعد. مرحبا أستاذ. كما نرحب بالسيد سهلي محمد رئيس فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ. مرحبا أستاذ. شكرا. أولا السيد محمد، ممكن في موجز تعطينا تعريف لجمعية أولياء التلاميذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. علاقة الأسرة التربوية بالأسرة لا بد منها، ولا بد أن يكون التكامل بينهما. هذا التكامل يندرج في إنشاء جمعية، في المؤسسات التربوية. هذه الجمعيات التي تنشأ في المؤسسات التربوية تتكون طبعا عن طريق انتخاب، وتتشكل من أعضاء من 5 إلى 7 إلى 9. ولما تتشكل هذه الجمعية فتنسق عملها، وهذا التنسيق طبعا مع الإدارة والأساتذة، وهذا من أجل خدمة التلميذ الذي هو رجل الغد، وكذلك أن يلعب الدور الإيجابي في دفع عجلة التربية والتعليم إلى الأمام من منطلق أنهم شريك أساسي في حل المشاكل التي قد تعترض التلاميذ. والمؤسسة وتكون هذه الجمعية عونا للإدارة والأسرة التربوية، وذلك لابد من وضع كل مؤسسة جمعية ويكون لها مكتب للقضاء على كل المشاكل العالقة. أستاذ، في إطار هذا السياق أنت تكلمت عن بعض المهام وبعض الصلاحيات لجمعية أولياء التلاميذ. في سياق كلامك قلت بأن جمعية أولياء التلاميذ لابد أن تكون في جميع المؤسسات التربوية، هل هي معممة في جميع المؤسسات التربوية حاليا؟ وهل كل مؤسسة تربوية سواء المدرسة أو المتوسطة أو حتى الثانوية فيها جمعية أولياء التلاميذ؟ هل هي معممة؟ هنا هذا السؤال على كل حال وجيه. هنا عندنا في التعليم طبعا الأطوار 3، ابتدائي متوسط ثانوي، ليست معممة لأسباب عديدة. يعني تقول بأنها ليست معممة، وهنالك بعض المدارس ليست مشكلة أصلا فيها جمعية أولياء التلاميذ؟ طبعا طبعا ليست مشكلة نظرا ل ما هي العراقيل التي تمنع من تشكيلها، وما هي المشاكل التي تمنع ذلك؟ طبعا هناك فعلا باللي كاين مشاكل وكاين عراقيل. أولا ثقل الملف،
الإداري اللي تتنشأ به لتشكيل هذه الجمعية. لتشكيل هذه الجمعية. هذه من النقاط. النقطة الثانية نقدر نقول باللي مدراء المؤسسات ما يلعبوش الدور في هذا الجانب، يعني يعرقلون عملية تشكيل الجمعية. نعم يعرقلون بعدة طرق ويلعبون كل الأوراق، لكن مثلا ليس كل المدراء وإنما البعض. كيف مثلا؟ على سبيل المثال في استدعاء الأولياء، هذه من جهة، ومن جهة ثانية ما يعطوش يعني مكتب للجمعية. لو كان عند الجمعية مكتب ما عندناش إشكال، الجمعية هي اللي تولي تستدعي الأولياء في التجديد، وكذلك وتستدعي الأولياء لحل المشاكل الموجودة. في رأيك أستاذ، هل المدير يملك الصلاحية لإعطاء مكتب للجمعية، أم القرارات تفوق المدير مثلا؟ لا طبعا، هي في الحقيقة هي يقول لك المدير يشكل جمعية، تشكل هذه الجمعية، لكن ليست يعني له الصلاحية يشجع، لإعطاء مكتب. يقول لك يشجع لتشكيل جمعية، يشجع. لكن احنا طلبنا عدة مرات لدى وزارة التربية بإجبارية تشكيل جمعية، بالإجبارية لازم تكون الجمعية إجبارية في كل مؤسسة. لما تكون هذه الجمعية إجبارية في كل مؤسسة تربوية، هنا لكل يكون العمل منسجم ويكون التنسيق، لأن هذه الجمعية تكون هي همزة وصل بين الأولياء وبين الإدارة. هذه من جهة. لما ما تكونش هذا الأمر، إذن هنا يكون يعني شيء فوضوي. هذا المكتب لما يعني تكون همزة وصل بين الأولياء وبين الإدارة. نعم، على سبيل المثال لنذكر، لو لأن المدير المؤسسة عنده أساتذة، عنده معلمين، عنده تلاميذ إلى آخره، ويجبرهم في أعمال ما، ولكن المدير ما دام ما هوش مجبور لوضع الجمعية، هذا هو الإشكال الموجود. لو الوزارة جبرته على تشكيل جمعية، يا إما يكون مدير يشكل جمعية ما هوش قادر يشكل جمعية، على كل حال ما يكونش مدير. فقط ملاحظة، ولازم المدير هنا يلعب الدور الإيجابي مع الأولياء، يعني يساهم، والنوعية من الأولياء اللي يدفعوا هذه العجلة. فقط المدير ليس بإمكانه استدعاء أولياء التلاميذ من الشارع، هو ربما يقدم مراسلات لهؤلاء الأولياء، فقط هو المطلوب منه هو تسهيل تشكيل هذه الجمعية لا أكثر ولا أقل. ربما هنالك بعض الأولياء تصلهم مراسلات ولا يقومون بتلبية الدعوة، فأين هو دور المدير من عدم تشكيل هذه الجمعية؟ لا هي ربما يتحمل مسؤولية عدم تسهيل تشكيل هذه الجمعية، لكن إجبارية تشكيل هذه الجمعية أعتقد بأنه ليس مطالب باستدعاء أو بالذهاب إلى منازل أولياء التلاميذ. أستاذ، في صيغة أخرى بصراحة، هل هنالك تواصل بين جمعية أولياء التلاميذ وأولياء التلاميذ؟ لا، على كل حال ما نفوتش الموضوع هذا. هي المدير عنده استدعاءات يرسلهم مع الأبناء، والقانون واضح، القانون الأساسي واضح في هذا المجال. هي الحضور، يعني كاين العدد الحاضرين اللي يوصلوا، إذا كان النصاب فتتشكل الجمعية. ما هو النصاب مثلا؟ مثلا 50+1. وإذا لم يكون النصاب للمرة الثانية، لازم تتأجل للمرة الثانية، هنا تشكل جمعية ولو ما حكش النصاب.
يعني بإمكان نعم مدير التشكيل تشكيلها بدون شك تشكيلها، ولما تتشكل تتعاون مع المدير لخدمة التلميذ في كل المجالات، وكذلك الوصول بالتلميذ إلى نسبة عالية في النجاح، خاصة في أقسام البكالوريا. هذا هو، ونقدر نقول الامتحانات الرسمية. يعني جمعية أولياء التلاميذ لها أهمية قصوى، ولا يمكن لأي مؤسسة تربوية أن لا تتم فيها تشكيل هذه الجمعية. بالعودة إلى سؤالي أستاذ، هل هنالك تواصل بين جمعية أولياء التلاميذ وأولياء التلاميذ؟ يعني أنتم مثلا كجمعية، هل تلقون ذلك التجاوب من أولياء التلاميذ حول طرح انشغالاتهم أو رسائل معينة؟ التواصل موجود بين الأولياء والجمعيات. التواصل موجود، احنا من لا نيأس من التواصل، لا بد منه للوصول الى تحقيق هدف ما، لكن احنا نطالب دائما في التقارير تاعنا الى وزارة التربية، يعني النقائص الموجودة في هذا المجال وكيفية العمل للوصول الى الهدف المرجو لخدمة التلميذ في كل المجالات التي هو في حاجة إليها. هنا الشيء احنا اللي نركز عليه إجبارية المدير بتشكيل جمعية أولياء التلاميذ، تشكيل جمعية أولياء التلاميذ. هذا هو احنا الشيء، ما يبقاش حبر على ورق. لما تتشكل الجمعية حتى العنف المدرسي يذهب. فعلا هذا هو احنا المطلوب نتاعنا وطالبنا به عدة مرات في تقاريرنا مع مع اجتماعنا مع وزارة التربية السابقون. إذن هنا هذا هو احنا الشيء، الأمل تاعنا أن تعمم في باقي المؤسسات، وأن تعمم، نتمنى أن يتم ذلك في ما أقرب. تبقاش يعني نقولوا مثلا إلا في مؤسسات معينة، لا بد من التعميم، لا بد، هذا ضروري أستاذ. لأن احنا لكل حال إذا ذهبنا إلى زمن قديم، نصيب الأولياء هم اللي في المدارس القرآنية بكري، هم اللي يبنوا الجامع، وهم اللي يديروا كلش، وهم اللي حتى كما ذاك اللي قالوا يقدموا المعلم الدرهم يخلصوه. لأن الجمعية إذا كانت في مؤسسة تربوية هي فايدة كبيرة كبيرة، والنجاح لأولادنا مضمون بدون شك. إذن هذا، وحتى إذا كانت جمعية، لما نشوفوا هذه الجمعية تحافظ أولا المؤسسة في الضوء انتاحها، في الجدران انتاحها، في نظافتها، في جميع المجالات، لأن هذه المؤسسة فقط لضيق الوقت. سيد محمد، نعم، لا أحد ينكر بأن لجمعية أولياء التلاميذ دور بارز في المنظومة التربوية، وهي عبارة عن واسطة بين التلميذ وبين المؤسسة التربوية. فقط المخرج يشير لي بأنه بقيت دقيقة على الإشهار. سؤال لكن بعد هذا الإشهار، ما مدى متابعة أولياء التلاميذ لأبنائهم خارج أو داخل المؤسسة التربوية؟ فقط تجيبني على هذا السؤال بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى فاصل إشهاري ثم نعود. مشاهدينا الكرام، مرحبا مجددا إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم. سيد محمد، قبل الإشهار سألتك سؤال، هل هنالك متابعة من أولياء التلاميذ لأبنائهم خارج وداخل المدرسة؟ المتابعة موجودة، والدليل على نتائج البكالوريا والامتحانات الرسمية. يعني ترى بأن هنالك متابعة من الأولياء لأبنائهم؟ طبعا. أستاذ أحمد، في نظرك هل الأستاذ يرى هذه المتابعة فعليا وميدانيا وبصفة مستمرة لأولياء التلاميذ في المدرسة خاصة؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، نتكلم من الواقع المعاش، لا نزايد على أحد، من الواقع المعاش. أنا لا أرى ذلك إطلاقا، لا أرى إطلاقا ذلك. كاين بعض الأولياء اللي يتبعوا أولادهم يعني على كل صغيرة وكبيرة، وفي البيت وفي المدرسة، ويروحوا الأساتذة ويسألوا والإدارة، وكاين البعض الآخر
غياب كلي. الغالب، الغالب نتحدث عن الغالب، هل هنالك متابعة أم غير موجودة بصفة عامة؟ بصفة عامة المتابعة غير موجودة، يعني هنالك تقصير من أولياء التلاميذ. هناك تقصير وهم يعلمون ذلك، ولكن يلومون الإدارة عند ضعف النتائج، يلومون الإدارة ويلومون الأستاذ، ولكن هناك غياب كلي إلا ما رحم ربك. وكاين طرفين، يعني متابعة في المستوى وإهمال في المستوى، يعني غيابتان. غيابتان نشرحه نشرحه. نعم ممكن. كيف مثلا ممكن تعطينا أمثلة؟ نعطيكم أمثلة. مثلا الولي اللي الذي يتابع ابنه يعرف مستوى أولاده، يعرف مثلا أعطي لهم جدول التوقيت تاعهم، يعرف الجدول التوقيت تاعهم متى، مثلا متى لديهم امتحانات، لديهم امتحانات مثلا الواجبات تاعهم ماذا قام بها ولا ما قامش، يعرف الشيوخ نتاعو، يعرف كل ما يعرفش الثانويه اللي يقرا فيها وليده. الى هذا الحد؟ الى هذا الحد نعم. انا نعرف مجموعه بنت تغيبت عن الدراسه من الفصل الثاني، في السنه الثانيه طردت بطبيعه الحال، ما خبرتش الوالدين نتاعها. في السنه الثالثه عند النتائج تاع البكالوريا جاي يشوف النتائج المعلقه على الجدران، صارك تشوف الشيخ قال نشوف بنتك دوزيام اني مطرده، هو لا يعلم تماما، وهو لا يعلم الى هذا الحد يا استاذ. لو شرحنا لكانت كارثه. ولكن ربما هذا المثال وحيد، هل هنالك امثله اخرى؟ الولي التلميذ او وقعت لديك مثلا؟ نعم نعم مثلا وقعت مثلا نشوف مثلا من ناحيه الامتحانات. نعم. كاين بعض الاولياء يعرفوا اولادهم بلي هذا تلميذ ووليده مجتهد ويخدم، يوما ما خدمش في الامتحان، يجي يتساءل حاير ها وليدي علاه ما خدمش، يجي الاستاذ يفهمه الاستاذ. ربما التلميذ خرج عن الموضوع، ما كانش مراجع، لم يكن في يومه يعرف الحقيقه، معناتها منشغل بهذه الظاهره. الاب الاخر لا يأتي إلى المعلم ولا يأتي إلى الإدارة ولا يسأل ابنه هل أعطيني القط تاعك يعطي له ولا ما يعطيلوش، ما كان والو، غياب كلي. وين تيجي المؤسسة؟ يجي في آخر السنة، ربما يحتج وليدي عود سنة ولا طريدة ولا وجهها إلى شعبة أخرى ولا، يعني ولا نعمم فعلا. أنا أقول لا نعمم، كاين أولياء هك وكاين أولياء هك، لا نعمم. يعني سيد محمد، هنالك اتهامات متبادلة بين الأساتذة وبين الأولياء حول نتائج، ومن يتحمل مسؤولية هذه النتائج للتلاميذ؟ الأساتذة يقولون بأن الأولياء لا يقومون بدورهم، هنالك تقصير تام، ولا يراقبون ولا يتابعون أوليائهم طول الموسم الدراسي، ولا يأتون مثل ما قال الأستاذ إلا بعد صدور النتائج التي ستكون صادمة على الأولياء، وهو لا يعرف تماما مستوى ابنه. الأولياء يقولون بأن الأساتذة لديهم تقصير أو ما شابه ذلك، كيف ترى؟ ومن يتحمل المسؤولية من وجهة نظرك كممثل لجمعية أولياء التلاميذ؟ احنا لو كان تقصير اسمح لي، لان احنا نقولوا النتائج تاع البكالوريا والامتحانات الرسميه اللي تتكلم. نعم. وكان ما كان تقصير كيف نجيبوا 80% بكالوريا 70% الى اخره، النتائج اللي تتكلم. اذا هنا كاين متابعه، ماشي ما كاش، ولكن البعض ما كاش متابعه، ماشي الكل، يعني فيه من يتابع وفيه من لم يتابع. ايه اذا هنا لو كانت عندنا جمعيات تاع اولياء تلاميذ، حقيقه ان المتابعه تكون مستمره، وتكون يعني كما داك اللي قالوا عندها بعد النظر، لان المشكل هو وفعلا يعني اولياء في اخر السنه يجوا يحتجوا على الابناء. فعلا هذا الشيء موجود، لكن المطلوب من الولي استسمحك فقط هو ان يتابع ابنه طول الموسم الدراسي ويسال عنه باستمرار بصفه اسبوعيه او شهريا، ولا ياتي بعد صدور النتائج سواء بالايجاب او بالسلب.
لا هو إحدى هل الأولياء هنالك متابعة مستمرة من الأولياء لأبنائهم فيه داخل المؤسسات فيه التربوية؟ اللي عنده متابعة مستمرة للأولياء، وفيه من اللي ما عندوش المتابعة هذه وين قباش ليا نظر للإشغال انهمك تعب وين نصيب حنايا الأولياء. بكل صراحة كاين أولياء نذكرهم، كاين أولياء اللي ما عندوش المتابعة، تسيبو مهتم بالغذاء بالشيء المادي وموش مهتم بالغذاء الفكري. نحنا هذا الأولياء اللي موش مهتمين بالغذاء الفكري شيء، وتسيبوا هذا الولي اللي مهتم إلا بالجانب الماديات وهام الجانب الفكري. كاين نوعين، اللي مهتم بالجانب الفكري والمادي هو نجاح مضمون، أما هناك اللي مهتم إلا بالجانب المادي وموش مهتم بالجانب الفكري. كي نقول الفكري بمعنى متابعة الابن في تعلمه، في أخلاقه، في سلوكه، في كل المجالات تاعو، سواء في الشارع ولا في المؤسسة التربوية ولا في المنزل. هنا هنا عن الخلل. نعم، يعني هنالك تقسيم. وحنا اسمح لي، وحنا لما نقولوا حتى هذه المتابعة لما تكون الجمعيات، لازم هذه المتابعة لازم تكون من السنة أولى ابتدائي حتى للسنة الثالثة ثانوي، ويكون تقييم لما تكون هذه الجمعية، ها يكون تقييم فصلي في الفصل الأول، في الفصل الثاني، في الفصل الثالث، للسنة أولى ابتدائي، ثم الثانية، الثالثة، الرابعة، وهكذا ننتقل للطور المتوسط، نفس الشيء تقييم أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، وهكذا بالنسبة للتعليم. هنا قبل ما يلحق التلميذ للامتحانات ندرك النتيجة، نعرف باللي الصيام نقولوا مثلا بالنظر الى البيوب المتابعة الدورية. نعرف نعم عن طريق التقييم والمتابعه نعرف النتيجه هنا شحال نجيبوا نسبه. وحتى بالنسبه للبكالوريا هنا لما تكون هذه الجمعيه هي مع الأولياء هنا المتابعه تكون ونعرف النتائج والتقييم يكون موجود. احنا مثلا تسيب الأولياء ما يحرش التقييم ما يعرفش، لان الجمعيه هي التي تنوب عن الأولياء، والجمعية هي التي ترسل للأولياء. إذن الأولياء الذين يراقبون ويتابعون أبنائهم في المدرسة بصفة مستمرة، نثمن هذه التصرفات وهذه المبادرة. دعنا نتكلم عن أولئك الذين خلينا نقول تقوم بخلق أعذار لهم بأنهم يشتغلون طول اليوم وليس لهم وقت لمراقبة أبنائهم، لكن والتفكك الأسري ما ننساش. لا نحن نتكلم على العموم، لكن هذا لا يمنع بأن يتابع ويسأل عن أولاده، لأنه في النهاية جزء مهم جدا من حياته. فقط أستاذ السيد محمد طرح سؤال بأن هنالك بعض الأولياء يهتمون بالجانب الفكري والجانب المادي، كيف ترى هذا مثلا؟ أولا أنا أعلق على كيفية المتابعة. عندما نقول متابعة، كيفية المتابعة؟ هي صحيح أن الأولياء لهم أشغال ولهم أعمال، ما نجمش يحضر في كل يوم راه في المؤسسة، ولكن لا يهمل. مثلا على سبيل المثال في نخلق جو دراسة في البيت، فعلا نخلق جو نتاع الدراسة في البيت. أما تقول لي 80% في البكالوريا نتيجة المتابعة، وهل تظن يا سي محمد أن نسبة البكالوريا 80% تعكس المستوى الحقيقي؟ 80% رقم، ولكن فعليا 80% في البكالوريا بالنسبة العامة، بالنسبة العامة لا أعتقد بأنها تقريبا نقولوا 70 حتى ولو كانت 70 71 و50 ولكنها رقم. انا درك نشوف تلميذ مثلا نجحوا في البكالوريا راهم يفشلوا في الجامعه، يعني ما كاش مستوى نتاعو مستوى صحيح. يعني هذا المستوى الصحيح هو اللي نقصد به كيفيه المتابعه. انا كولي تلميذ مثل ما قال الاستاذ، من السنه الاولى ابتدائي يتعود التلميذ على الدراسه في البيت تلقائيا بنفسه بشكل آلي، ويستمر في السنه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. ما نخليهش حتى يكبر، نخلي الحابل على النابل في كي يكون صغير، كي يطلع التيرمينال ولا بريميراني ولا دوزياماني في الثانويه، نبغي ندير له اطار نتاع دراسه، يعني يولي وسيله ضغط على التلميذ، يولي وسيله ضغط
ومن بعد هذاك التلميذ ما يتقبلش هذه، فعلا لان والف 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات نمط نتاع خدمه، ونجي نغير له النمط نتاعو. هذا كي المتابعه مثلا، انا نقصد بالمتابعه يا استاذ، نقصد بالمتابعه ماشي المتابعه الاستاذ الولي يحكم الكراسه تاع التلميذ واش قريت واش قريت واش قريت. انا نقول لكم قصه واقعيه حدثت لي احد الزملاء. كان كل ما يجي في المساء يعيط له الوالد تاعو واش قريته اليوم، يعطي له الكراس يصفعه صفعتين ويقول له اعد اعد الكراس اعد الكراس، هذه ليس هذا ليس بخط، هذه ليست بتحاليل، هذه ليست، يعاود سيكشف. كي راح للجامع اكشف باللي باباه مش قاري خلاص، كان يدير له فيه هذا الضغط، كان يدير له فيه هذه اللقطات حتى يتعظ ما كانش قاري. انا الان الولي دروك اللي راني شايف انا وليدي يقعد حتى ل 12 تاع الليل والوحده تاع الليل في الفيسبوك، على 11 تاع الليل 10 تاع الليل مازال ما دخلش للدار. عمري ما سقسيتو، ما عمري ما سالتو عندك واجبات، درت الواجبات تاعك، اعطيني نقط، اعطيني دفتر المراسله. طبعا هذا السؤال موجه للتلميذ اللي مشكوك فيه، اما التلميذ المجتهد حتى الولي وما يسالوش، راه كل شيء واضح. التلميذ يعني الناقص نوعا ما هو الذي نسألونه متابعة. يقول لك مثلا أنا موفر له كل، كي قلت لي الماديات صح، الغذاء الفكري راه مهمل، المادي يجي لك ولي يقول لك أنا لا أتكلم عموما وأؤكد على هذه، يسمحوا لي الأولياء وأؤكد أن هناك حالات وهناك حالات، ليس كل نحن نعالج ما لا، نحن نعالج في الواقع، يسمحوا لي الأولياء راني نعالج في. يجيني أولياء يقول لك بلي راني موفر له كل الضروريه تاع الدراسه، نسالو واش هما، يقول لي داير له شامبره وحده، داير له بلازما وحده، داير له انترنت وحده، وداير له مودام وحده، وداير له ديمو وحده، وداير له ميكرو بلوتو تليفون اخر صيحه. هل هذا هو التوفير تاع الدراسه في نظر الولي؟ ربما يرى بان الاستجابه لمطالب التلميذ او الابن تكون هكذا، ولكن أعتقد بأنها طريقة غير سليمة. إذا لا نحاسبها على نتائج المدرسة، لأن لحد الآن ما دخلش أمور تاع مدرسة في التوفير تاعو، ما كان حتى حاجة، تلفزيون وفيسبوك وتليفون بورتابل وذي ولكن ما كانش دراسة. أستاذ أحمد رسالتك وصلت، أعتذر لأن وقت البرنامج شارف على النهاية. إذا مشاهدينا الكرام، على أمل أن ألقاكم في الحصة القادمة والجزء الثاني من العلاقة بين الأسرة والمدرسة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، تقبلوا أجمل تحياتي، سلام. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.